أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحفظ طالب العلم القرآن وحده حتى يكمله، أو يجمع بينه وبين المتون؟ الله المستحسن أن حفظ القرآن يكون في الصغر، أن الطفل إذا ميز يبدأ معه حفظ القرآن، يحفظ القرآن أول شيء، أول شيء يحفظ القرآن، ثم بعد ذلك يطلب العلم، يطلب العلم بعد حفظ القرآن. فطالب العلم كونه يحفظ القرآن أولا أحسن إذا أمكن، وإذا لم يمكن حفظ القرآن ليس ضروريا، يكفي قراءة القرآن، يكفي أنه يحسن قراءة القرآن ولو نظرا من المصحف، لا بأس، لكن إذا حصل حفظ فهو لا شك أنه أحسن، ويمكن يجمع بين الحفظ وبين تعلم العلم، يمكن هذا، يجعل لحفظ القرآن وقت، يجعل لتعلم العلم وقت آخر. نعم.